اكثر شيء بحبه او الشيء اللي بعرف عنه هو الارتس بشكل عام، من فوتوغرافي لميوزك لرسم. انا اسمي احمد طرابلسي، ساكن مبدئيا بسور بس بشكل عام ساكن ببيروت. فيها اللي منه حلو هون بالمجتمع هو ما في تقبل للتاني، ما حدا بيفكر يشوف التاني شو وجهة نظره او شو في عنده امكانيات او شيء تا يقدر يطورها او يستخدمها بشيء له عازه لمجتمعه. حامل الهويه اللبنانيه، مني لبناني انسان بشكل عام، لانه الهويه هي حاجز بين الشعوب بين كل الناس. بشتغل فريلانسر فوتوغرافي وسينماتوغرافي. طبعي انا هيك انه متعاون، بحب اتعاون مع غيري، اشوف غيري شو بحب وشو انه شو في نقط تلاقي بيني وبينه. ومن عصبي بالمره كثير ريلاكس على طول، وكل شيء انه تيك ات ايزي. الواحد جاي على حياته مره واحده لا ينبسط، مش لا يقهر حاله ويعذب حاله، كرمال انه يضل مبسوط الواحد. وذاتس ات.